فيما يخص السؤال الثاني تاعك تاع شباب الوجدان، تراجع شباب الوجدان، هذه هي كرة القدم. ما تقدرش تكوني 4 سنوات اي لاعب، ما يقدرش يكون فوق عامين 3 سنين. الحمد لله احنا قعدنا 4 سنوات 4 بطولات متتاليه. هذا العام نظن بلي بالك كانوا شويه مشاكل المدربين، راح مدرب جا مدرب، ولكن انا بلاصه مرتبه ثالثه، ماناش موفي كيما رامي الناس. انا الحمد لله انا نلعبوا الدوزيام بلاص مالغري مولود الجزائر راهم بعد علينا. و فيما يخص نهائي كاس الجزائر، احنا انا جامي حضرت نصف النهائي ونهائي وخسرنا في شباب الوجدان. احنا نتمنى تكون مقابله في المستوى، تكون روح رياضيه داخل الملعب وخارج الملعب، ولكن نتمنى الفوز يكون شباب الوجدان 9 ان شاء الله. لاعبين عندنا لاعبين في المستوى، مولودية طنجي نفس الفريق لاباس به في المستوى. نظن غادي تكون مقابله في المستوى، تكون مقابله ان شاء الله لهذا الجمهور يزهى يشوف مقابله حلال باش نشرفوا كره القدم الجزائريه في كاع انحاء. نظن باللي هذا النهائي غادي يشوفوه كاع، نظن باللي كاع افريقيا والعرب كاع غادي يشوفوه. ان شاء الله تكون مقابله في المستوى والفوز يكون شباب الوجدان.